بصير عيد عن جد عيد للدبكة. يعني اليوم شفنا انه بالمسابقة الارتجالة ربحت فرقة اطول واحد طوله 90 سنتي. هيدي الفرقة الصغار كلهم اللي ربحوا اليوم الجائزة الاولى بمهرجان جبلنا، شو راح تكون الموتيفيشن لهم للسنة الجاي؟ اوكي، وهيدا وصلنا للهدف تبعنا. يعني هيدا الهدف انه يضل في ناس عم تتشوق لهيك شيء، عم تتعلم، عم تدبك، عم بتحب. كان في عروض للدبكه كل نهار، كان في سوق للمونه، هيدا سوق للمونه وسوق الاكل ما بيشترك فيه ناس عندهم مطاعم. نحن بناخذ بس منتجين صغار من الجبل، وهدول المنتجين عن جد بينطروا هيدا النهار ليعيشوا منه وليصرفوا الانتاج المنتوج تبعولهم. واليوم شفنا انه في ناس من كل الطبقات، من كل مناطق لبنان، من كل المشي، خلطة عجيبة. انا بيشرفني لبي الدعوة كل سنة، بحب كتير المعاصر، خاصة انه انا بنت ميروت، ويعني ما بشوف كتير الضيعة. بحب ولادي يجوا يرجعوا يشوفوا الأرزات، يشوفوا قديش حلو لبنان، ويتعلموا كمان بعد دبكة ودبكة، يشوفوا تراثنا شو هو، تقاليدنا شو هن، ويتعرفوا على المونة أكتر، لأنه ولادنا لازم يتعلموا شو هو لبنان. أنا بعمل موني وحلويات صحية بدبس العنب بدون السكر. الحمد لله مشاركة كتير حلوة جيدة، أنا أول مرة بكون بالمعرض وكتير حلو، الإقبال جيد ممتاز، يعني للصراحة كتير حلو، تعرفنا على ناس كتير وفاجئنا الناس منتجنا يعني، والحمد لله كان كتير منيح. كان الهدف منها ضمن جمعية شبيب نهضة عين عنوب انه نرجع نحيي هيدا التراث، نرجع نخلي الاولاد يسمعوا اغاني فيروز، اغاني وديع الصافي، نصري شمس الدين، الفولكلور، نرجع نحيي شوي الفولكلور. والحمد لله نجحنا، يعني قلنا تقريبا شي 4 أشهر أو 5 أشهر بلشنا هيدا النشاط، والحمد لله جينا لهون اخذنا المركز الاول وبيستاهل المركز الاول.